السلام عليكم. في سؤال بيقول افضل طريقه لارسال موديل سنترال فايل مسبب دخله المعماري وتمن عمل عليه، هل ابعت فولدر فيه الموديل سنترال مع فولدر فيه الملف المعماري ويكون فولدر واحد، ولا نحول الموديل لملف عادي ولا لوكال والسنترال؟ تمام. طب لو هو سنتر سيبه سنترال، تمام. لان هو هناك لما يجي يفتح الملف، خلينا نفتح كده، هقول له مثلا فايل اوبن، لما بيعلم على الملف بيبدأ يظهر له اختيار detach from central، تمام. ولو اختار الاختيار دوت، تمام، بيبدأ يديله يقول له عايز تحتفظ بالورك سيت ولا مش عايز تحتفظ بالورك سيت. لو هو قال له مش عايز يحتفظ بالورك سيت، ممكن تحصل مشكلة لو هو اللي عمل الملف الأصلي حاطط العناصر وملونها بالورك سيت. يعني في بعض الناس بيدوس VV وبدل ما يظبطها التلوين والاشكال اللي يظهروا ما يظهرش، بدل ما يظبطها من هنا او يظبطها من الفلتر، لا ساعات بيظهر عنده ورك سيت لو في ورك سيت ويبدا يظبط من ورك سيت، وده مش مظبوط، تمام. يعني المفروض التحكم في الالوان من خلال الفلتر ومن خلال الموديل بس، ورك سيت على اساس محدش يخش في شغل بعض. فالافضل ان انا احطهم كلهم في فولدر، وممكن يكون في سب فولدر جواه مفيش مشكله، المهم ان انا ابعتهم كلهم، وهو لو عايز يفتح الملف بالورك سيت او بالدون ورك سيت سنترال لوكال ده الاختيار ليه، فلازم انا اسيب له الاختيار ده، واحاول لما اضبط اللينكات بتاعتي تبقى كلها ما يبقاش واخد المسار كله، لا ياخد بس المسار المشترك، تمام. الباس تايب ده بغيره بحيث ان هو يبقى نسبي، يعني لو انا عندي الاثنين موجودين على السي وموجودين على الفولدر اسمه مثلا مشروع 101 وكذا، الحاجة المشتركة تختفي، اللي يظهر بس الحاجات اللي فيها اختلاف. وفي أمر آخر، في ناس بتمسك اللينك وتعمل له تفجير، تمام. يعني الطريقة دي لو أنت عايز بس إن هو يشوف الحاجة بس، يعني مش هيكمل شغل مجرد بس هيخش على الحاجة يطبعها، فأنا ممكن أداله DWF أو لو هو أثار ممكن أعملها له، لأن التفجير ساعات بيحصل فيه بعض المشاكل، لازم تقعد تراجع على الحاجة وتأكد إن مفيش حاجة باظت.